هل ذهب النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم إلى مملكة الجن؟ ماذا دار بين نبينا عليه الصلاة والسلام وبين النفر من الجن الذين استمعوا القرآن؟ هل رأى النبي عالم الجن؟ هل تحدث النبي مع الجن وأبلغهم رسالة الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، عالم الجن عالم غزير وغريب ويحيط بنا، وعرش إبليس على الماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يرسل سراياه ليضل الناس ويغوي الناس ويفتن الناس، وأقربهم من إبليس الذي يفرق بين المرء وزوجه. لذلك هذا العالم خطير جدا، ينبغي أن نحذر منه. ولكن هل النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أيضا للجن، أم لديهم أنبياء يعني من الجن؟ طيب هل نبينا عليه الصلاة والسلام تعامل مع الجن؟ الحقيقة أنا اليوم في عجالة، أحب أن أقرأ عليكم بعض آيات من القرآن لنفهم ما الذي حدث يوم استمع الجن إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الله أنزل سورة اسمها سورة الجن، لأهمية هذا العالم، لأن الشيطان من الجن، إبليس من الجن. فالجن المؤمن بالعكس هو صديق لنا، ينفعنا، بينما الجن الكافر هو الشيطان وهو إبليس. هؤلاء أعداء لنا، ينبغي أن نحذر منهم. عندما نزلت سورة الجن ماذا قال الله فيها؟ قل أوحي. سبحان الله، يعني أنا عندما قرأت هذه السورة توقعت أن الله يقول استمع نفر من الجن، أو جلس النبي عليه الصلاة والسلام مع الجن وأخبرهم. لا، قال لك قل أوحي. كلمة قل يعني هذا الكلام من عند الله، ليس من عند محمد عليه الصلاة والسلام. يعني قل يا محمد، بلغ يا محمد. النبي ليس لديه علم بذلك، هو فقط مبلغ، الله هو الذي يخبره. قل أوحي إلي، أوحي بصيغة المبني للمجهول، ليقول لك إن النبي ليس هو من ذهب إليهم وليس هو من رآهم وتعامل معهم. لا، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. يعني قل لهم أنا لا أعلم لولا أن الله أخبرني. يريد الله أن يقول لك إن النبي لا يعلم الغيب، لكي لا نظن أن النبي إلها فنشرك بالله عز وجل، هو عبد من عباد الله. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، نفر يقال سبعة. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. يا لطيف، والله أيها الأحبة، وهذه رسالة من محب لكم. كل إنسان يدعي أن الله له ولد، هذا القول قول ثقيل وعظيم، هذا قول يغضب الله عز وجل، يؤذي الله، قول فيه من الشر. لو أن هذا البحر يفقه لفسد بسبب هذا الكلام. إياك أن تقول إن لله ولد. الله واحد سبحانه وتعالى، هو خالق كل شيء، هذا افتراء على الله. الجن يقولون إن من يقول أن لله ولدا هذا شطط، مبالغة، كذب،
افتراء على الله سبحانه وتعالى. طيب هل النبي هو الذي ذهب؟ لا، هم جاءوا لعند النبي، يجب أن نصحح. وفي بعض التفاسير أن الجن سمعوا برسالة محمد فأرسلوا 7 منهم إلى مكان كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، فجلسوا وأنصتوا واستمعوا، ونزل جبريل على سيدنا محمد وأخبره بذلك. استمعوا معي إلى هذه الآية الكريمة: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. سبحان الله. إذن وإذ صرفنا إليك، يعني الله ألهمهم أن ينصرفوا إلى النبي، أن يذهبوا إلى النبي ليستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا أنصتوا. كلام عجيب، إنا سمعنا قرآنا عجبا. الجن ذهلوا بهذا الكلام، بهروا به، كلام عجيب فعلا. من يفقه اللغة، انظروا أيها الأحبة، عبر 1400 سنة كل علماء اللغة لم يستطع أحد منهم أن ينتقد هذا القرآن. طبعا بعد نزول القرآن مباشرة حرست السماء وامتلأت بالشهب، لذلك قال الجن: وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن اليوم يعني يجد له شهابا رصدا. إذن أيها الأحبة، السماء امتلأت بالحراس من الملائكة، لأن نزول القرآن كانت ليلة نزول القرآن، وهي ليلة القدر، ليلة فاصلة، ليلة كونية، صفدت أو منعت الشياطين من الخروج واختراق السماوات للاستماع إلى بعض الغيب، وأصبح الجن له دور محدود جدا، وهذا من فضل الله علينا. الجن لا يؤذي أخي الحبيب، ليس له سلطة عليك، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إذن أخي الحبيب استمع معي، عالم الجن لا يرى، وأسلوب صياغة سورة الجن يدلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم إلا ما أخبره الله، وبالتالي هؤلاء الجن حضروا القرآن، وهم جاءوا وبأمر من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، أخبر. طبعا الله أمر نبينا أن يقرأ على الجن، ولكن هو حقيقة لم يرى الجن ولم يسمع منهم ولم يكن هناك احتكاك مباشر، مع العلم أن الله قادر أن يعطيه قدرة على رؤية الجن، ولكن الله عز وجل قال في القرآن عن إبليس وعن الشيطان: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذن نحن لا نستطيع أن نرى عالم الجن، وهذا رحمة بنا، ربما يكون شكله مؤذيا بالنسبة لنا، ربما لو رأيت هذا الجن أو فردا من الجن ربما لا تستطيع أن تنام الليل. فمن رحمة الله بنا أنه حجبهم عنا ومنعنا من رؤيتهم. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. خلاصة هذا اللقاء أخي الحبيب، النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وهذا مثبت في سورة الجن. الله تعالى يقول: عالم الغيب
فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. نبينا عليه الصلاة والسلام علمه الله شيئا قليلا من علم الغيب ليثبت للناس صدق دعوته، وكدليل على أنه رسول من عند الله، مثل علامات الساعة الصغرى والكبرى. كيف علمها النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله هو الذي أخبره بها. الشيء الثاني أيها الأحبة، أن عالم الجن عالم فيه مؤمنون، وأن لما سمعنا الهدى، هذا كلام الجن، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به. فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. فإذا هناك جن مؤمن، جن صالح، جن يمكن أن ينفع البشر، جن يمكن أن يحفظ بعض البشر المؤمنين، قد يحارب هذا الجن لحمايتك. طبعا هذه أمور غيبية نحن لا نعلمها، ولكن نحن نتوقع أن الله كما أنه خلق في البشر مؤمن وكافر، كذلك خلق في الجن مؤمن وكافر. هناك من الجن مسلمون، وهناك قاسطون، وهناك مشركون. إذن عالم الجن ليس كله سواء. فإذا كان النبي على جلال قدره وعلى قربه من الله عز وجل لا يعلم الغيب، إذن هل تصدق أن إنسانا يعلم الغيب؟ يقول لك أنا أعلم الغيب، أنا أتنبأ بالمستقبل. إذا فقدت شيئا يقول لك أنا يمكن أن أعلم من سرقه، أنا أعلم ماذا سيحدث غدا بالنسبة لمن يتنبؤون بموضوع الأبراج وغير ذلك. كل هذا خزعبلات أيها الأحبة. ولو كان هناك شخص يعلم الغيب من البشر لكان النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.